جهاز دلتا وتر، شديت جهاز دلتا وتر أربعة إنج من مجمع إعلان تجاري. شو تقول لنا عليه؟ والله يا جهاز يعني إحنا تحت تجربة مخلينه وإن شاء الله يبشر بالخير يعني. يا الله. يعني العام أنا زرعت إذرة. الله شاهد ما صارت. يعني. ما صارت إذرة. ما صارت. أصلاً يعني ما صارت يا زراعة يعني. يعني 20 دونم. 20 دونم 24 طن إذرة فقط. فقط. بالمية بالضبط بالضبط يعني بالضبط هاي الاذرة مبينه وبعد ما بي يعني صفار ما بي اثار الملوحه ما ظلت بالتربه لا لا اثار الملوحه على النباتات ما بقت لا ابدا هسه بامي البارحه اول البارحه كان عليها تراب ورشيناها هسه مبينه انقصت من المي ما اثر عليها ما اثر عليها والله العام كنت عندي جت هنا هذا الجت من ارشبي يصير ابيض يصير ابيض طبقه ملح فوقها اي والله طبقه ملح فوقها يعني بيضه ثاني يوم الصبح بيضه اي والله ماشي هسه ان شاء الله نروح للمزرعه للحقل نشوف الاذره هناك مباشر ان شاء الله ونشوف الفرق بين الاذره احنا هسه قبل شويه صورنا اذره بدون جهاز شفنا الحروقات وشفنا التقزم اللي صاير بيها نعم يعني سبحان الله والفلاح ما راح يستفاد ما راح يوصل للانتاج لا ولا ما يوصل غرات الانتاج ما راح يوصل يعني خساره عليه كثيره خساره صارت عليه نعم تنصح الفلاحين اذا عنده امكانيه شيء يشده تنصح المنطقه مالتكم انصحهم يعني بمنطقتنا اكو بعض البيار يعني اقول لك 100% يفيد هذا الجهاز 100% يعني تنصح الفلاحين للامانه يعني قدام عينك شفت الفائده مالته انا شفته بقاعتي يعني قاعد صاله يعني 4080 4080 اي بس غير الابار 2.5 3 الى 4 يطلع ايه؟ يعني هذا الملوحه مالتهم والله يستفادون يستفادون من الجهاز يعني تنصح الفلاحين اللي بقدر المنطقه يستخدمون هذا الجهاز نعم ان شاء الله انصحهم يستخدمون هذا الجهاز ويجربون ان شاء الله احنا مخلينه هسه تحت التجربه يعني ان شاء الله شهر 10 ونشوف بين الانتاج مال ان شاء الله ان شاء الله واذا هسه من يتصورها تبين يعني ان شاء الله عليها من يتبين ان شاء الله موسم البطيخ وبيرنجان وخضره والله زين يعني الدرجه الاولى البطيخ صار ما شاء الله زين نعمه ووراها باشرنا بزراعه الاذره من ما شرنا بزراعه الاذره بين المي يعني اكو فارق بالقاع مبين هسه على هاي الاذره مبين لا ما شاء الله مبين حتى انا حتى الورق موز الملوحه اللي في الوجه ما في ملوحه هسه صورنا والملح مبين شوف ما شاء الله شوف الاوراق الاوراق صافيه ما بيها مثلا نفس اليوم زرعناها نفس اليوم زرعناها نفس اليوم زرعناها نفس اليوم زرعناها شوف حتى ساق الذره ساق الذره يختلف هذاك كان ساق ضعيف ما بيه قوه ما بيه حيل هذا يختلف الساق ان شاء الله يبشر بخير ان شاء الله يبشر بخير ونستعو كل نفس الشيء تنصح المزارعين هسه ما شاء الله باعي ما شاء الله المزرعه كلها صور احنا مزرعه ما شاء الله كلها هذا كله على الجهاز المزرعه ذره ان شاء الله تشرف كادس اسباني نعم 2016 والنبات 100% وما شاء الله انا ما شاء الله درجه ولا والله وهاي يعني قبل العزف ورا العزف بعد راح تشتغل اكثر تشتغل اكثر الحين ولا تنسى الجو درجه الحراره كانت كلش عاليه ها ياسين صور
اي محفوظ جاري يحفظ الله يفتح لك اذا ما تكسر جعشوه ناصيه واثار الملح عليها ايوه المي مالح مالح مي مالح مالح والاذن تعرف ما تحب الملح ما تحب الملوحه ما تحب ما تحب الملوحه والدنيا الجو حار ياثر عليها ياثر عليها ياثر عليها الملوحه هاي شو وقت زارعها تاريخ؟ تاريخ الكيم والله 10 10 7 10 7 10 7 10 7 وهجد عمر اي هجد عمر بينما خلينا نقول خواتها اللي معلمة كلها ملوحة عليه والله حيل حلو اي يعني مأثر عليه حيل مشيت وراه بيومين اي هسه ما تكسر اكثر من يعني شوف هذا شكله وياها وياها تغزل فايروس هاي ما يصير هذا هاي بعد ما لا ما يصير لا ما يلحق لا ما تلحق روح تلحق ما تلحق صفر بس الملوحة لا تلاقي هو 2.5 يقول القيادي